مساء الخير على كل متابعين ومحبين قناة عصابة الكلاب والقطط، قناة مافيا دوجز اند كات. ان شاء الله موضوع الفيديو بتاعنا هندخل في الموضوع على طول، هكلمكم بخصوص ان في ناس كتير حابة تشتري كلاب، بس الغلطة اللي بتقعوا فيها والغلطة اللي بتغلطوها ان انتوا بتشتروا كلاب من باب التربية، بس لازم تعرف انهي كلب يناسبك. يعني الكلب ده انت جايبه مثلا هتربيه في بيت، ولا هتحطه حراسة في مكان، ولا هتحطه في محل، ولا في فيلا، يعني هتحطه فين بالظبط وهتجيبه ليه اصلا. يعني طيب نبدأ كده مع بعض واحدة واحدة. اول حاجة انك لو هتجيب مثلا، لو انت في منطقة سكنية وهتجيب كلب جيرمان شيبرد، فانا ما انصحكش، لان بالبلدي كده الجيران هتطفش منك وهتعمل خناقات كل يوم. ليه؟ هتلاقي الكلب بتاعك هايبر وبيهوهو كتير وهيعمل لك مشاكل، بيسكت لما بيسكتش. الجيرمان شيبرد صعب، يعني لو انت اتحركت خرجت البيت تجيب حاجه ورجعت هتلاقيه بيهوهو عشان فرحان برجوعك، لو انت غبت عنه عن الاكل هتلاقيه بيهوهو عشان جعان. ده عيب الجيرمان شيبرد، الا بقى لو تدربته وتدريب عليه قوي يعني. تمام، طيب ده عيوب الجيرمان. حابب انك تجيب برضو كلب في البيت رودويلر، كلب فيه كل المواصفات الجميلة بصراحة. يعني انا بتحاول، يعني اي حد بيحاول يطلع عيب في الكلب الرود ويلر مش هيلاقي، بس عيب كلب الرود ويلر ان هو عندي. دي النقطة اللي فيه، في ناس كتير بتبقى جايباه ويقول لك لا الكلب عندي ده غبي ما بيفهمش. لا هو ما فيش، هو مش غبي خالص، بالعكس يعني دي من كلاب الحراسة رقم واحد في العالم، هو عندي. فانت بتديله الامر مش هيستجاب منك من اول مرة ولا من تاني مرة ولا من تالت مرة. ليه؟ لازم تعديله كورس طاعة الأول ويبقى حبك الكلب عشان يبقى فاهم ان الامر ده جاي مش من عن طريق العند، لا جاي من عن طريق ان هو حبك وانت حبه، هو الكلب ده دماغه كده وتركبته كده يعني. تمام؟ طيب ما تبقاش في البيت انت برضو هتجيب كلب وانت في البيت وتجيب كلب هاسكي، هيدغدغ لك البيت. الكلب الهاسكي عنده طاقة عالية جدا فوق اي كلب تاني عادي اصلا، يعني اي كلب بيبقى عنده طاقة لازم تغرقه في اليوم مش اقل من نص ساعة ساعة مشي. الهاسكي بيبقى الضعف، لازم يبقى ساعتين مشي. تمام، وساعتين مشي هتلاقي الساعتين التلاتة اللي انت بتخرجه فيهم دول لعب كمان. فانت لازم قبل ما تشتري كلب تبقى انت عارف انت هتشتريه هتحطه فين وعايزه ليه اصلا. تمام، عشان ما تقعش في اي غلطة وتندم ان انت ايه اشتريت الكلب اللي مش مناسب لشخصيتك او مش مناسب للمكان اللي انت هتحطه فيه. انتوا لو حابين تحطوا في التعليقات، وده يشرفني يا ريت لو كتبتوا في التعليقات نوع الكلب اللي انتوا عايزين تربوه، انا ممكن اجيب لك تاريخ حياته، من نشأته لطريقه اكله وشربه، طريقه تربيته، ويناسبك او ما يناسبكش. ويا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه على خير، وهعرفكم برضو ايه الكلب اللي يناسب في البيت وايه الكلب اللي ما يناسبش. اشوفكم في الفيديو اللي جاي على خير. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتعلم على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد بنزله. مع ألف سلامة.